اسمي شيبوت نهال وأنا أدرس في مؤسسة خلف الله عمار، وأخذت معدل 18.96 الأول في المؤسسة، وما نقدرش يعني نصف الفرحة هذه. الحمد لله أشكر أساتذتي الكرام اللي وقفوا معي السنة كامل، ماشي غير السنة كامل، من الأولى متوسط حتى الدوكا. نشكر والدي اللي قعدوا معي، ونهدي هذه الفرحة لبابا دي ماشي هنا يدي في خارج. وذكركم بلي أنا عصامية ما ديرش الاستدراك دي مرة، وكريت مليح اجتهدت لأنه من جد وجد، وحيث أني المواد الحفظية حفظتهم مليح وراجعتهم، والمواد العلمية مارست فيهم بزاف تمارين. وألف مبروك لكل الناجحين، إنه الهدف تاعنا كامل هو أن نتحصل على معدل مليح بزاف في البكالوريا، وهذا هو الهدف تاع كل واحد منا إن شاء الله. النتيجة تاع بنتي كانت متوقعة، كنت نسنى في هذا المعدل باسكو وجدت روحها بيان، ثابرت تجتهد، مع العلم انها عصامية اعتمدت على روحها تحل تمارين حاجة ما تفهمهاش في المواد الحفظية ولا تكسي اساتذتها. شو تخوف يا غدال، ونهدي نجاح تاع بيان سور الاب ديالها تانيك اللي وقف معاها وشجعها وشجعنا كامل. نشكر كل التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات في شتى المتوسط على مشجع معدلات مشجعه، من بينهم عندي شيبوط، عندي ملك، وعندي بورويس، يعني مجموعه من التلاميذ لا باس الحمد لله. تلميذه شيبوط نهال من انجب التلاميذ في المؤسسه، واحسنهم ومن احسنهم سلوكا واخلاقا، وصاحبة اكبر معدل في شهادة التعليم المتوسط، ممتازة في مادة الرياضيات طيلة السنة، تحصل على العلامة 20 العلامة الكاملة. نباركوا لها النجاح نتاعها، ونتوقع لها ان شاء الله مستقبلا زاهرا.